السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معكم منورة شديد من مدينة القنيطرة، مطلقة وأم لأربعة أطفال. الحياة ديالي قبل كانت عادية، كنت مع الزوج ديالي عايشة بخير وعلى خير، وقعنا بيناتنا أنا وياه شي مشاكل، هو كان كيشرب وكان كيكمل المخدرات وداك الشيء. المهم بقينا أنا وياه في صراعات يومية بزاف د الحوايج، ديما مخاصمين، ديما المشاكل، ديما العائلة أنا وياه، عائلتي وعائلته كثروا علينا المشاكل وداك الشيء. من بعد تفارقنا أنا وياه، جاب ربي الفراق، تفارقنا أنا وياه صافي. هي هذيك خرجت من عنده أنا وليداتي. لا مشيت عند الوالدين، مش عند العائلة ديالي، والديا وخوتي وداك الشيء. من مشيت عند خوتي في الأول استقبلوني وجلست معاهم وكنا بخير واكلين شاربين كأي واحد، عايشين زعما بخير الحمد لله. شوية صافي ما بقاوش كيتحملوني أنا والوليدات ديالي، كنسمع الهضرة، كنسمع النقير، شي كلام فهمتي، يعني كنحس بواحد الحقرة. لا ماشي ما بغاونيش نطلق، ما بغاونيش غير نجي عندهم، ماشي ما بغاونيش نطلق هما، ما داك الشيء تيبقى ليا يعني. حيت الحاله الماديه ديالهم هما ضعيفه زعما، هما اللي غيصرفوا ولا علاش؟ ولو تكون الحاله ديالهم ماديه ضعيفه، راه الناس راها كتعاون، ويعني راه طبسي الواحد راه غادي يجمعنا كاملين. حنا راه اسر مغربيه، ماشي يعني ما خصناش نحسوا اننا نمشيو نتشردوا ونتشتتوا عائليا، بالعكس. ولو يكون الفقر الانسان يتعاون ويتجمع على طبسي الواحد، راه هادو هما المغاربه الحرار. بس مع مدة أنا وياهم، مدة سنين وأنا مع الوالدة، والوالد الله يرحمه توفى. من توفى الوالد ديالي صافي كل شيء تقلب صفاء على علاه، كنا كاملين مجموعين. نهار اللي مات الوالد كنا تفارقنا، وأصلا الدار اللي كنا ساكنين فيها ماشي دار زعما ملك، تا هما الوالد ديالي تا هو كان عسكري الله يرحمه، وما كانش عنده لا ساكن لا والو، يعني غير دار الكرا. أيوة. كورونا وما ادراك ما كورونا. كورونا تما بدات القصه ديالي، تما صافي خرجت تشردت انا وليداتي، ولينا كنعيشوا غير في يعني في حاله تشرد، ما بقى عندنا لا حد واقف معانا، لا عائله، حتى واحد ما بقى معانا صافي. وليت كنحس براسي بوحدي، كل شيء تخلى عليا. كنت كنوقف مع الناس، انا كنت كنجري مع الناس لله في سبيل الله، ونهار اللي وقع لي المشكل وليت انا كنعيش حاله الفقر، كلشي تخلى عليا، كلشي هرب مني، بحال اللي انا فيا شي مرض معدي. يعني هذاك الوقيته كان خاص انسان يوقف مع خوه المسلم، راه حنا مسلمين خاصها تكون فينا شويه الانسانيه، ضروري شويه الرحمه، شويه الانسانيه. الناس غير ما كتعرفهم ما كيعرفوك وكيبقاو فيك، عاد لعائلتك خصهم شي يدوزوك. ملي بدات المرض قصه من كورونا، بدي مرضت بالكلاوي صافي، مشيت داوني للسبيطار الكبير، جات لابيلونس داتني ديريكت للسويسي، حاله مستعجله. مشيت للسويسي من تما دخلوني ديريكت البلوك، داروا لي واحد عمليه جيجي تيو، داروا لي صافي. هي هذيك بقيت في السبيطار ناعسه، رجعوني لدارنا، رجعت لدارنا جلست معاهم صافي. وليت كنعاني من المرض، ما كنتش كنوض من الفراش، ما كنتش كناكل، ما كنتش كندير حتى شي حاجه، كنشرب غير الدواء، وعايشه في واحد الحاله ما نقولكش، اكتئاب ومريضه، ولادي كنشوفهم حدايا كيتقطعوا، ما عندي لا ما نوكلهم لا ما نشربهم. والحاله ديال الوالده مسكينه، الوالده كانت توفى ديك الساعات، الحاله ديال الوالده مسكينه حتى هي ما عندهاش، كتشد غير واحد مبلغ قليل من العسكر وداك التقاعد الوالد وداك الشيء، يعني ما كافيناش. تما بدات الصراع ديال الحاله ديالي صافي. شويه بدات كتحسن الحاله ديالي وداك الشيء، كانوا داروا معايا في الطبيب انني نرجع عندهم باش نحيد هذيك العمليه جيجي اللي داروا لي. من مشيت رجعت لعندهم صافي، ما بقاوش كيديوني وكيجيبوني في السويس، سير واجي سير واجي، سير غدا سير بعدو، حتى دازت 3 سنين وانا جالسه ما درتش هذه العمليه، تعطلت عليها بزاف. وهاد الشيء خصو يتحيد غير في 6 شهور، هاد عمليه جيجي حداها 6 شهور، انا مازال عندي لحد الان 3 سنين ما كداش. اي واحد طبيب سولتي قلتي له عمليه جيجي كيقول لك 6 شهور خصها تحيد، ونديروا لك العمليه نهرسوا لك الحجر. السبب اللي خلاك ما تحيدهاش؟ ما سبب الفقر، الفقر ما عنديش، ما عندي ما خداماش، ما كنقدرش، ما عنديش ترونسبور باش نمشي للرباط، خصني نركب في التران، وخصني نخلي الولادي ما ياكلوا. دابا انت باش نرجعوا على الموضوع، انت ام عيله اربعه اطفال؟ ام عيله اربعه اطفال. كيفاش كديري مع الاربعه؟ ما شنو نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله.
راه بعض المرات كنمشي ندير الميناج وانا كنموت. واحد المره طحت ليهم فواحد مشيت درت ميناج لواحد البيروات تما سخفت ليهم حيت هاد الكلاوي كيديروا فقر الدم والدواء كينفخ. هو اللي نافخني دار لي دابا هاد الغلط الدواء اللي كينفخ ما كيشوفك بنادم صحيحه كيقول لها هادي راه غليظه وانت راه شاربه الدواء راه هو اللي نافخك ماشي زعما شي حاجه اخرى. وداكشي ما صغارين يلا تيقرا واش غنخرجهم يخدموا غنخرجهم ما عنديش فين غنخرجهم وما كيعرفوش مساكن شنو غادي يديروا لك ما عندهم ما يديروا لي ولادي ما غاديين ولادي انا مرضوا لي نفسيا وتعقدوا ومحرومين من اللبس محرومين من الاكل محرومين يعني حقهم العيش الكريم ما عندناش العيش الكريم ما عايشينش. العمليه دابا اللي داروا لك شحال المبلغ ديالها؟ المبلغ ديالها لا هذيك لا كانت في شي مصحه راه غتمشي عندهم غايقولوا لي المبلغ ولكن انا ما وصلتش للمصحه ما نقدرش انا نمشي للمصحه نسول شحال هاد العمليه وانا ما عنديش الفلوس. يعني ما درتيش حتى باش تجربي تسولي ما يمكنش انا ما عنديش جيبي خاوي نمشي نقول للكلينيك شحال اخويا غدير لي هاد العمليه راه ما عمرها ما تمكن. كون كان عندي الفلوس راه غنمشي للكلينيك ما نقصش 3 سنين وانا كنمشي السويسي وانا كنطلع وانا كنهبط وانا كنمشي سيري هالرونديفو والرونديفو عطاوني السكانير فيه عام واش انا غنزيد عام اخر نصبر عام اخر باش ندير السكانير انا بزاف عليا راه فوق طاقتي دابا طرا لي شي حاجه ولا يمشيو لي الكلاوي غنولي ندير الدياليز الله يستر. عندك مستعجل وعطاوك عام عطاوني باش ندير غير سكانير وعاد ندي لهم السكانير وغايقولوا لي سيري دير لنا شي تحاليل اخرى ولا يديروا لنا شي حاجه اخرى وكنمشي نبكي تما ونرغبهم والطبيب ما خلي من نهضر معاه والو تيقول لي سير واجي هديك الله سير واجي حيت ما عنديش شي حد اللي وقف معايا. كون كان عندي شي حد اللي وقف معايا كون ندير العمليه في البلاصه ولكن ادنى الله سبحانه عندنا الله السويسي في الرباط السويسي في الرباط. دابا كتشوفي راسك كتعلمي كتشوفي انا شنو نقول لك عمرك شي وحده دايره التيو وما محيداش خصو يتحيد وخصني ندير العمليه راه ما يمكنش انا نبقى دايره هذا ودير لي دابا السخان ودير لي الحريق في الكرش ديالي دابا حاليا دير لي الحريق في الكرش ديالي. واش يعني قلتي لي ما قادرش تبقى واقفه ما كتقدرش ما نقدرش كنسخفت دغيا كنعيا خصني ضروري نشرب شي حاجه خصني ناكل شي حاجه دغيا كنسخف حيت ما مداوياش راسي جوج كلاوي كلهم بالحجر وعمليه جيجي راه اي واحد سمعها ودير غير في الانترنيت عمليه جيجي راه غيعرف شنو هي راه الكلاوي تيكونوا مخنوقين عندك وهذاك التيو هو اللي كيدوز لك المجرى ديال البول حاشاك. رساله ديالك رساله ما كرهتش والله اللي طالب ديالي هو انني نتعالج اول حاجه وما كرهتش تحسن حتى الوضعيه ديالي انا وليداتي. دابا راه كاريه مع الجيران عندي مشاكل كثيره وتصور عندي بنت عزبه مع الجيران راه معنا الرجاله ومعنا العيالات. دابا انا جيت لهنا عندكم خرجت هنا وخايفه عليهم في اي لحظه يدخل عليهم شي حد في اي لحظه توقع عليهم شي حاجه لان ما جالسه ساكنه في شي سكنه اللي فهمتي مره هنا بيت مع الجيران مره ملي كنخلص الكره كنخرج للزنقه. دابا انا مهدده بعد اول حاجه نخرج للشارع ما عنديش باش نخلص هاد الكره ما عنديش باش نخلصو ما عنديش شنو شي حل غنديرو باش نخلص انا هاد الكره غنمشي نخدم وانا يا مريضه دايره تيو ما غيصلح لياش ما عرفتش شنو غادي ندير.